أكثر من 300 جواز تصدرها جوازات المنطقة الشرقية يوميا، ويتم إيصالها إلى مقر إقامات طالبي تلك الجوازات في كافة مناطق الشرقية عبر البريد السعودي. وش الملاحظة اللي يعطي؟ ولا يقتصر العمل على إصدار الجوازات، بل هناك ما يقارب من 150 إقامة يتم إصدارها يوميا، بالإضافة إلى ما يقارب من 250 جواز أجنبي يتم نقل المعلومات التي يتضمنها إلى الجواز الجديد. هذا الإجراء يأتي ضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا والسعي لتسهيل الحصول على الوثائق في أسرع وقت ممكن. الجوازات أيضاً تقوم بتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه مستخدمي موقع أبشر من خلال إرسال بريد إلكتروني لما يواجهونه من صعوبات، ومن ثم حلها ليكمل المستفيد بقية الخطوات. طارق الغامدي، الإخبارية، الدمام.